دي جولة ما بين أبرز الأخبار الغريبة شوية، يعني بتتناولها مواقع التواصل الإلكترونية. معنا النهاردة مجموعة من الفقرات، بعضها يعني إيجابي وبيعطي مجنونة. أمل في الحياة، هي كلها تقريبا مجنونة، والبعض الآخر يعني أشياء بنرفضها جميعا. بنرفضها جميعا، الله ينور عليك، زي اللي بيحصل لي الآن. شفتي أهو، شفتي، هذا من الحاجات المجنونة كمان. نروح نشوف، يلا بينا. بعد أن تعرضت مريم باري لحادث مروع أفقدها القدرة على تحريك يديها، لم تتخلى عن موهبتها في الرسم والتي قررت أن تكون مهنتها الأساسية، ولم تستسلم بل تعلمت الرسم باستخدام فمها، وأصبحت تمسك الفرشاة بأسنانها وتدربت طويلا على الرسم بهذه الطريقة، ومع الوقت أتقنت الأمر واستطاعت أن ترسم لوحات خلابة لا يستطيع أحد أن يفرق بينها وبين المرسومة باليد، وهي الآن تبلغ من العمر 28 عاما وتعد من أشهر الشخصيات في مجالها. اتبع كايل مالين طريقة غريبة للغاية لإيجاد عريس لشقيقته التي تعاني من الفشل في علاقاتها مع الرجال، فوضع إعلانا على موقع إيباي للبيع الإلكتروني يروج فيه للزواج من أخته، وفتح مزادا لتزويج شقيقته لمن يدفع أكثر، والإعلان من يتزوج أختي. بدأ الأمر كمزحة ولكنه انتهى بصورتها على موقع الشراء الأشهر، مصحوبة بصفاتها الشخصية والجسدية وبجوارها صفات الرجل المنشود. ومن الصفات التي اشترطها كايل في زوج أخته المستقبلي أن يكون ذكيا ومحبوبا ومخلصا، طبيعيا ومتواضعا وواقعيا، يكون لديه وظيفة ولديه سيارة، حسن المظهر، لديه النية للانتقال إذا لم يكن يقيم في كارديف، وأضاف أن المشردين يمتنعون. أصدرت محكمة إيرانية حكما بالسجن لمدة سنة واحدة على غينغا قوام الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية لمحاولتها حضور مباراة لكرة الطائرة في طهران. كانت غينغا قوام البالغة من العمر 25 عاما قد خضعت للمحاكمة الشهر الماضي بعد أن ألقي القبض عليها في أحد ملاعب العاصمة الإيرانية لدى محاولتها حضور مباراة بين المنتخب الإيراني ونظيره الإيطالي. بدأت شركة كبرى متخصصة في تصنيع الحلويات بدبي تقديم أطباق من الحلوى والمخبوزات العالمية مجانا لكل رجل يطلق شاربة، والغريب أن الهدف من هذه المبادرة هو توعية الرجال بمخاطر أمراض البروستاتا، حيث دعت الشركة الرجال في الإمارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاستغناء عن أدوات الحلاقة وإطلاق شواربهم ليستفيدوا من هذا العرض. ولاقت هذه الحملة إقبالا من الرجال الذين أعلنوا دعمهم للمبادرة، حيث يساهم فيها رجال من 21 دولة حول العالم بتقديم التبرعات لمكافحة أمراض البروستاتا. ابتكر مصمم أمريكي يدعى مات ألكساندر إضاءة ليد توضع في التويلت مزودة بأجهزة استشعار بحركة المستخدم في الظلام، فتضيء عند الشعور بقدومه وتنطفئ بعد مغادرته. واستلهم مات فكرة هذا التويلت المضيء بعد كرهه لإضاءة الحمام ليلا، ففكر في ابتكار هذا الحل السهل والبسيط والذي يمكن التحكم في ألوانها حسب رغبة المستخدم من خلال زر معين، ليحصل المستخدم كل يوم على لون جديد من عدة ألوان مثل الأحمر والبرتقالي والأخضر والأزرق والأبيض والبنفسجي. ويعمل هذا الجهاز بالبطاريات والتي يمكنها أن تدوم لمدة 11 عاما متواصلا.